استديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأحبة، نحييكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج استوديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط، وإليكم أهم الأخبار لهذه الفترة. تصدرت الجنسية الهندية أعلى عدد المسافرين في الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار مسقط الدولي بإجمالي بلغ 125,185 راكباً بنهاية شهر مايو 2022 ميلادي. تلتها الجنسية البنغلاديشية بإجمالي بلغ 44,671 راكباً، ثم الجنسية الباكستانية بإجمالي 31,191 راكباً حتى نهاية شهر مايو 2022 ميلادي. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أعداد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة من مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 113% بنهاية شهر مايو 2022 ميلادي مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت. قالت شرطة عمان السلطانية أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ضبطت 3 أشخاص من جنسية عربية بتهمة الاحتيال وبيع عملات أجنبية مقابل مبالغ بالريال العماني من خلال إغراء الضحايا بمقاطع مرئية تظهر عدة عملات أجنبية ليتم استدراجهم والاستيلاء على المبالغ التي بحوزتهم وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. متابعين نطلع معاكم لفاصل قصير، ابقوا معنا. ورجعنا لكم من جديد متابعين ونستكمل معاكم أخبار استوديو واحد. نجحت الباحثة الدكتورة نورة بنت عبد الرسول بنت رسول بخش البلوشية في التوصل لنتائج مبشرة في تصنيع نموذج بيئي خلوي ثلاثي الأبعاد في أنبوب المختبرات يحاكي البيئة الطبيعية الحيوية والكيميائية المعقدة لخلايا السرطان الموجودة في جسم الإنسان. ونشرت نتائج الدراسة التي استغرقت 3 سنوات في المجلة العلمية السويسرية جل. وقالت الباحثة لوكالة الأنباء العمانية من المعروف أن الأورام عبارة عن أنظمة بيئية خلوية معقدة بها أنواع مختلفة من الخلايا والألياف والبروتينات التي تؤمن النمو السريع والمستمر لخلايا السرطان. وأضافت في البحث قمت بتصنيع بيئة خلوية ثلاثية الأبعاد مشابهة لتلك الموجودة في الورم السرطاني من خلال زراعة خلايا سرطانية وألياف وخلايا مناعية وبروتينات خاصة تشكل مصفوفة من متواليات الببتيد المبرمجة وظيفياً إلى مادة هلامية تعرف بالهيدروجيل. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج. وتأتي تصريحات رئيس أرامكو في الوقت الذي استئنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للصحفيين يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك. متابعينا هذه هي أخبارنا لهذا اليوم وفي هذه الفترة من استوديو واحد، نلتقي بكم إن شاء الله الساعة 5 مساء من استوديو واحد، كونوا على الموعد وإلى اللقاء. استوديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط.